السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعينا على اليوتيوب. تمكن عالمان مصريان من حل لغز مومياء المرأة الصارخة من الخبيئة الملكية في الدير البحري، وذلك حسب ما جاء في دراسة نشرت حديثا في إحدى المجلات العلمية الدولية، حيث كشف البحث الذي أجراه الدكتور زاهي حواس عالم الآثار الشهير وزير الآثار الأسبق المصري، والدكتورة صحر سليم أستاذة الأشعة بجامعة القاهرة والمتخصصة في أشعة الآثار، عن تصلب شديد في شرايين القلب التاجية للأميرة المصرية أدى إلى موتها فجأة بنوبة قلبية. وقد حفظ التحنيط المصري القديم وضعية جسدها لحظة الوفاة لقرابة 3000 عام. وهذه هي قصة المرأة الصارخة ومومياءها، وكانت تظهر على وجهها علامات الرعب والألم والصراخ، ولذلك عرفت باسم مومياء المرأة الصارخة. فرأسها مائل إلى الجانب الأيمن، وساقاها مثنيتان وملتفان عند الكاحل، مما يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتفت الساق بالساق. ولكن ما حقيقة مومياء المرأة الصارخة ومن هي صاحبتها؟ تشير الكتابات بلغة الهيراتيقية على لفائف الكتان حول مومياء المرأة الصارخة إلى أنها الأبنة الملكية، الأخت الملكية ميريت أمون. ومع ذلك اعتبرت المومياء غير معروفة، وسميت بمومياء المرأة غير المعروفة إيه؟ حيث كان هناك العديد من الأميرات بنفس الاسم. على سبيل المثال، ميريت أمون ابنة الملك ثقن الرع من نهاية الأسرة 17 1558 ل 1553 قبل الميلاد، وكذلك ميريت أمون ابنة الملك رمسيس الثاني سنة 1279 ل 1213 قبل الميلاد، وهي من الأسرة 19. وتشير نتائج تصوير الأشعة المقطعية التي أجراها الدكتور زاهي حواس والدكتورة سحر سليم إلى أن المومياء تعود سيدة ماتت في العقد السادس من العمر، وأن جثمانها على العكس من جثمان الرجل الصارخ بنت أور، والذي يوجد فيديو خاص له على هذا على هذه القناة، أن مومياءها قد نال عناية بالغة من المحنطين الذين أزالوا الأحشاء ووضعوا مواد باهظة الثمن مثل الراتينج والحنوط المعطرة في تجويف الجسم، واستخدموا الكتان الطاهر في لف المومياء. وبالتالي فإننا نفترض أن ظروف وفاة مومياء المرأة غير المعروفة إيه كانت مختلفة عن حالة مومياء الرجل الصارخ الذي أثبتت الدراسات أنه بنت أور الذي تآمر على أبيه الملك رمسيس الثالث. ولكن لماذا لم يتمكن المحنطون من وضع جسد الأميرة في حالة الاستلقاء؟ ولماذا لم يتمكنوا من تأمين غلق الفم كما كان معتادا مع باقي المومياوات الملكية؟ ما الذي حدث فمنع المحنطين من إتمام مهمتهم؟ الموضوع ببساطة أنها كانت مصابة بممرض تصلب الشرايين شديد الدرجة الذي أصاب العديد من شرايين الجسد. ولقد عرف الطب المصري القديم النوبة القلبية وربطها بالموت، ومما يدل على ذلك السطور في بردية الطب المصري القديم المعروفة ببردية إيبيرس، التي تقول مخاطبة أن الطبيب منذ أكثر من 3500 سنة عندما تفحص رجلا يعاني من ألم في معدته ويعاني من ألم في ذراعه وصدره فهذا هو مرض واد. وكلمة واد عندهم كانت المرادف للنوبة القلبية، يجب أن تقول له أن الموت يقترب منه. كان الأطباء عندهم بيصرحوا الإنسان بمرضه. وقد أثبت فحص الأشعة المقطعية لمومياء المرأة غير المعروفة إيه أو المرأة الصارخة أنها عانت من تصلب شرايين القلب التاجية الأيمن والأيسر، وكذلك شرايين الرقبة
وشريان الأبهر البطني والحرقفي، وكذلك شرايين الطرفين السفليين والسايقين. وبتفترض الدراسة أن جلطة الأوعية التاجية لمومياء المرأة غير المعروفة إيه؟ سببت تلف عضلة القلب، مما أدى إلى موتها الفجائي بنوبة قلبية. وتسبب الموت في ميل الرأس إلى الجانب الأيمن وارتخاء عضلات الفك، مما أدى إلى فتح الفم. وتشير الدلائل إلى أن المتوفاة ظلت لفترة كافية لعدة ساعات على هذه الوضعية قبل أن يتم اكتشاف الجثمان، فأدى التشنج الذي يعقب الموت إلى تيبس العضلات والمفاصل وإبقاء مومياء الأميرة ميريت أمون على وضعية الوفاة هذه. فلم يتمكن المحنطون من تأمين إغلاق الفم أو وضع الجسد في حالة الاستلقاء كما كان المعتاد مع باقي المومياوات. فلم يهمل المحنطون عملهم عن عمد، ولكن ظروف الوفاة أدت لوضعية المومياء هذه غير المعتادة. كما أظهرت صور فحص الأشعة المقطعية أن المحنطين لم يستخرجوا مخ المومياء، حيث لا يزال يرى المخ بداخل تجويف الجمجمة، ولكن يميل إلى الجانب الأيمن، وذلك لوضعية الجسد على هذا الجانب عند الموت بعد التحنيط. وقد ساعدت الدراسة التي قام بها الدكتور زاهي حواس والدكتورة سحر سليم على المومياوات الملكية باستخدام الأشعة المقطعية على تحديد ملامح التحنيط في الأسر المختلفة، ورجحت من خلال ملاحظة خصائص تحنيط مومياء المرأة الصارخة أنها قد تكون ماريت أمون ابنة الملك ثقل رع من نهاية الأسرة السابعة عشر من 1558 ل 1553 قبل الميلاد، وليست ابنة الملك رمسيس الثاني اللي كانت عايشة في الفترة من 1279 ل 1213 قبل الميلاد من الأسرة التاسعة عشر. ويا له من مشروع، ويا لها من فحوصات على الدي ان ايه، حيث يتم عمل الآن الفحوصات للدي ان ايه لمومياء المرأة الصارخة، مما يساعد على تأكيد هويتها. وإلى لقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه قط. وإلى لقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.